21 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي. المحكمة الإسبانية غرمت ميسي إضافة لذلك بدفع نحو 1,100,000 يورو ووالده نحو 1,600,000 يورو، ويتم وقف تنفيذ عقوبة السجن كما هو معمول به في إسبانيا بالنسبة للجرائم التي تبلغ عقوبتها أقل من عامين ولخلو سجله القضائي من السوابق القضائية، علما أنه يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في إسبانيا. السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب التهرب من الضرائب. المحكمة الإسبانية غرمت ميسي إضافة لذلك بدفع نحو 1,100,000 يورو ووالده ب1,600,000 يورو، ويتم وقف تنفيذ عقوبة السجن كما هو شائع في إسبانيا بالنسبة للجرائم التي تبلغ عقوبتها أقل من عامين ولخلو سجله القضائي من السوابق القضائية، علما أنه يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في إسبانيا. وللمزيد حول تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا الحسن سالم من مدريد. الحسن، مساء الخير، لو تطلعنا أكثر على تفاصيل وحيثيات هذه القضية وهذا الحكم بالسجن للنجم الأرجنتيني نجم برشلونة ميسي، وخاصة هل هناك بالفعل رفع العقوبة ووقف التنفيذ بحكم القوانين الإسبانية؟ نعم حزامي، تحية طيبة بداية وكل عام وأنتم بخير. بطبيعة الحال هذا الخبر نزل كالصاعقة على عشاق برشلونة وعشاق ميسي بالضبط. القضية تعود إلى التهرب الضريبي لعامي لسنوات 2007-2008-2009، وجميع يعتقد أن ميسي هنا خاصة في الأوساط الرياضية مذنب بطريقة كبيرة، والجميع يعتقد خاصة بالنظر إلى القوانين المعمول بها هنا أن ميسي سيقدم طعن بطبيعة الحال في هذه القضية، ولو أن الأمور ستعود للمسؤولين والقائمين أيضا على النادي. لا ننسى أن برشلونة يمر بمراحل صعبة خاصة في التعامل مع المؤسسات العامة، خاصة أقصد هنا الجانب الضريبي، والجميع يعتقد هنا أن ميسي لن يسكت. ما يتحدث عنه الجميع هنا أنه ما إذا كان بإمكان هذه المعضلة، هذه المشكلة ستخلق بلبلة داخل برشلونة لم يخرج من ورطة إلا ودخل في أخرى. اعتقادي أن ميسي لن يسكت عن هذه القضية، وهناك ربما امتعاض، والجميع يعتقد أن برشلونة سيقدم كل المساندة والدعم الكافيين لميسي. هل نعم. هذه القضية ستكون ربما الدافع لتحريك ميسي للانتقال إلى نادي آخر؟ ربما هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة. نعم الحسن سالم، شكرا جزيلا لك، ننتظر منك كل جديد في هذه